تعبيرا على غضبهم، نظمت حركات سياسية عربية ويهودية مظاهرة ضد العنصرية في مدينة حيفا عند موقع الشاطئ الذي تعرض فيه 3 شبان لاعتداء عنصري. يهودا عربا تظاهروا منددين بذلك الاعتداء ومطالبين بتوحيد الصفوف العربية واليهودية في البلاد. نحن نرفض المعادلة كل العرب ضد كل اليهود أو كل اليهود ضد كل العرب، نريد معادلة مختلفة، عرب مع يهود ديمقراطيين في مواجهة هذه الحكومة العنصرية. حيث يجري الاعتداء على أحد نحن نعود إلى نفس المكان لنقول لهم نحن هنا، لن يستطيع اليمين ولن ينجح اليمين في هزم إرادتنا وهزم وجودنا في كل بقعة وفي كل نقطة وفي كل مكان في فضاء هذا الوطن. بينما عبرت التظاهرة عن غضبها الشديد للعنصرية التي باتت تحتمي بقانون القومية، أشار اليهود المشاركون فيها أن الشاطئ خلفهم للجميع وليس لفئة تفضيل عن أخرى كما ينص القانون العنصري. جئنا إلى هنا لإعادة الشاطئ للجميع، الشاطئ لنا جميعا عربا ويهودا، ومن لا يمكنه الدخول هو العنصري. الحكومة التي تحكم هذه الدولة تقول أن العرب هم في أباء وليس لديهم مكان هنا، ويجب أن نأخذ مكانهم الحالي. إذن الترجمة الواقعية أن يأتي مواطنون يهود ويعتدون على عرب. اتهامات وجهها الحضور للحكومة اليمينية التي باتت مصدر العنصرية في البلاد، ومطالبات بإنهاء الحكومة تلك، ورسائل حملت اعتذارا ودعما للشبان 3 الذين تعرضوا هنا لاعتداء جائر دون وجه حق كما يقولون.